محطة توليد الطاقة الكهربائية في ولاية جلال. سنقدم لكم لمحة موجزة عن المشروع. صاحب المشروع الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز الطاقة المتجددة، المصنع تشاينا انترناشونال واتر، تشاينا نيوكليير هندستري اند يلو ريفر انجينيرينغ. وصف المشروع: الدراسة والهندسة وأعمال الهندسة المدنية والتوريد والنقل والتجميع والتدريب والاختبار والتشغيل التجريبي لمحطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 80 ميجاوات في ولاية جلال. ايه